اهلا بكم اعزائي المشاهدين ومرحبا في حلقه جديده في حوار اخر. اليوم نحن في حضره رجل عرق السياسه وعرقته وله كبير او كثير جدا من الاراء الجاريه فيما يدور الان في الواقع السوداني السياسي. رحبوا معي اعزائي المشاهدين بضيفي الباشمهندس عبد الله علي مسار، رئيس حزب الامه الوطني والقيادي بتحالف نهضه السودان. باشمهندس اهلا ومرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، شكرا لغناه، شكرا لاخي العزيز. الله يخليك. خلينا نبتدي بتحالف نهضه السودان. ما هو تحالف نهضه السودان؟ هو تجمع احزاب سياسيه وحركات مسلحه. نعم. يضم حزب الامه الوطني برئاسه عبد الله مسار، ويضم حزب التحرير والعداله القومي برئاسه الدكتور تيجاني السيسي، ويضم مؤتمر البيه برئاسه موسى محمد احمد، ويضم حزب الدستور برئاسة يعقوب الملك، ويضم حركة التحرير والعدالة برئاسة أبو القاسم، ويضم حركة العدل والمساواة برئاسة دبجة، ويضم حزب الأمة الديمقراطي برئاسة أسامة، ويضم حزب الأمة الإصلاح والتنمية برئاسة إبراهيم آدم. الكثرة دي ما كويسة شايفة في السياسة السودانية؟ والله يا أخي طبعا تقريبا 100 حزب ولا نعم كتر. الأحزاب السياسية دي أصلها الأحزاب السياسية كلها في وقت من الأوقات غير الأحزاب اليسارية كانت قائمة على الطائفة وقائمة على الأبوية الطائفية، وكانت أغلبها هي تقوم بما إما طائفة الخاتمية أو طائفة النصارى، وفي النهاية جاء حركة الأخوان المسلمين. والأحزاب اليسارية الحزب الشيوعي السوداني كانت أصلها كده، لأنه في قبضة إما هي أحزاب ذات الشركات كانها شركات مملوكة لبعض الأسر، أو في قبضة أبوية شديدة. ولذلك بزيادة التعليم وبزيادة المعرفة الناس ينفكوا من هذه القبضة، فكل مرة بيطلع زول، لكن براعي الموروث الذي كان فيه مؤكد يعني. ولذلك بيكون يا سمى اسم قريب من الاسم الحزب الأم الحزب الكبير، أو أخذ اسم على الأقل يعني يكون فيه عاطفة من ناحية. باشمهندس، يعني دار لغط كثير جدا في المسألة بتاعت الوثيقة الدستورية، فأنتوا كحزب أمة وطني وتحالف نهضة السودان، رأيكم شنو؟ والله أنا بفتكر إنه مشكلة السودان أساسا مشكلة في كيف يحكم السودان، وكيف يحكم السودان ما بتتحدد إلا إذا كان في دستور قومي دائم يحدد مسؤوليات الناس. أصلا الدستور ده القانون الأبو، الدستور ده بيضعه منه لكن بيضعه الشعب السوداني عبر جمعية تأسيسية منتخبة بطريقه ديمقراطيه. ولذلك انا بفتكر انه الان كل ازمتنا في كيف نحكم السودان وفق دستور يتفق عليه، لانه التفريق بحد ذاته الحقوق والواجبات وهو السلطه الاعلى. ونحن الان حاجه موجوده، الوثيقه الدستوريه الان تمثل، او الوثيقه الدستوريه تمثل الان الدستور المؤقت اللي حتصير به المرحله الانتقاليه، عليها معايب، وايضا هي يعني غير مبرئه من العيوب، وكذلك هي ذاتها يعني ما عملت عامل وثيقه دستوريه وجاء عامل طوارئ، يعني تفهمها كيف دي يعني؟ تفهم لا يجوز سياسي، انت عامل وثيقه عامل طوارئ، ده شنو بيقصد يعني؟ يعني وبعدين معناها لغيت انت اذا عملت طوارئ معناها علقت الدستور. ما انت بتقول مؤقته. ما حتى المؤقت ده ما خلاص دستور في النهايه، انت معناها علقت الدستور، فتحت معه الطوارئ بس، انا افتكر انه الناس بيتكلموا عن سلام، حريه، عداله، بيتكلموا عن ديمقراطيه، بيتكلموا عن غيره، ما في سبب للطوارئ اصلا، استمر بالماس حتى ولو يعني مقيمة. انت بتفتكر انه الوثيقه دي هي ذاتها كانت ضد المبدأ الاساسي اللي قامت بها الثوره؟ نعم، انا لا هي مش ضدها، هي اذا استمرينا بها ما في داعي للطوارئ، لانها هي بتحدد لي انه والله انا ماشي الى نظام انتقالي ديمقراطي، بمعنى انه انا ماشي بمؤسسه بنظام دستوري، لكن انا لما اجيب على طوارئ معناها لغيت لو علقت الثاني. هسه هم دايرين عملوا لجنه بتاع التحقيق مع لجنه التحقيق مستغله يحققوا بعض الناس، تحقق مع عسكريين كيف اذا تبي عندك طوارئ؟ ما تقدر تحقق مع عسكريين اصلا، ودي تبقى لك ازمه حقيقيه. الحاجه الثانيه اللي الوثيقه دي معيبه، الوثيقه دي ما ادت اي اعتبار للحكم الولايي. الان الناس دول كلهم نظرتهم للحكم في الخرطوم بس، ما عندهم شغله بالباقي، يعني هي الولايه لا شايفين ماذا يدور في الولايات، لا عندهم علاقه بالولايات، في حكام عسكريين، في ناس هناك سووا شويه لجان كذا مقاومه ومش عارف ايه، لكن ابدا ما في اهتمام بالحكم، بل اجعلوا الحكم الولايه، الحكم الولايه، يعني الان الحكم نحن من السودان ده كله مما قام، يتصارع انه يجب ان تكون هنالك حكم فيدرالي، ويجب ان تكون هنا ولايات عندها سلطات وعندها وجود. الان يا جماعه لغوا الحكم الفيدرالي النهائي، اشتغلوا الان بحكم، لانه كل القضيه حصلها في الخرطوم، بيعرف الخرطوم بس. ومش كده، تغولوا على سلطات الحكم الولايه، يعني مثلا وزير مركزي. وزير مركزي بياخذ قرار في 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 مدير في وكيل وزاره ولايه،
والحكم الولايه هناك عنده قانون، اصل السلطات دي ثلاثه مستويات، في مستويات في سلطات اتحاديه وفي سلطات مشتركه وفي سلطات ولايه. نعم. الزهر قاعد في ولايه خرطوم، مالك وماله انت؟ ما في والي هناك قاعد بيسال منه. انت تجي من خرطوم تطلع من هناك تجي تشبك الزهر عشان تمرق انت من هنا. ده الخلط بتاع، لانه انا دائما بقول انه كثير من الذين جاءوا الى هذا الى هذه الواقع ناشطين سياسيين. يعني تفتكر انه الاستعجال التم في مساله الموسيقى الدستوريه ناتج عن انه عدم درايه سياسيه؟ حاجتين، اولا صراع بين المؤسسات نفسها، العسكريين كانوا راي عندهم راي، والحريه التغيير كان عندهم راي، ولذلك كل زول داري يثبت النقاط بيفتكر تحكم قضيته. العسكريين عاوزين يثبتوا في الدستوريه دي ما يفيدهم، والجماعه دي داري يثبتوا ما يفيدهم، داري يمشوا الى انه المجلس السلطات تبقى عند رئيس الوزراء، وانه المجلس السيادي يبقى تشريفي او اشرافي، وانه المجلس التشريعي يبقى تشريع مكتمل السلطات، لانه في النهايه عندهم برامج داري يمرروها. العسكريين ما عندهم برامج زي ده، العسكريين دارين يحافظوا على السودان كمؤسسه ككذا، هياكلهم ذاتهم، الجماعه دي عندهم حاجات دارين يمرروها في الفتره دي. لانه لو ما مرروها بعدين ما بيجوا فيها، ما بيلقوها. كان دخل الانتخابات ما بيلقوها بس النادي فيهم ثلاث اربع احزاب ممكن تاخذ حاجه، الباقي ما بياخذ حاجه. ونحن عارفين الحقيقه دي، يعني صادق المهدي عنده وزنه، عمر الدقير الدستور الحزب كده عنده وزنه، الحزب الشيوعي ذاته القديم حق صديقه والخطيب عنده وزنه، الحماية الشقية وبعدين انت لا دقيقة، انت قلت عبارة مهمة جدا، قلت الحزب الشيوعي القديم، انت شايف انه الحزب ما هو مشقوق اصلا الحزب الشيوعي مثلا المجموعة الحاكمة دي، يعني شايف انه مش شايف، انا شايف الحكومة المجموعة اللي قاعدة في الحزب الشيوعي مشاركة، المشاركة دي هي ذاتها ما هي الحزب الشيوعي القديم؟ ما هي الحزب الشيوعي القديم، هي الشيوعي خضر، ده اللي شقوا من ده اللي مشقوا ده، الشيوعي الخضر كان جزء من الحزب، عملوا شقوه ورفضوه وكده، عندي مؤسسة ثانية، الناس الحاكمين الان ديل عشان كده حزب الشيوعي يقول انا معارض، مره يقول انا معارض، مره يقول انا ما بقبل كده، مره يسير مظاهرات، مره كذا، لانه ما داير بيفتكر انه جماعه ما ناسه. لا حمدوك ده للجماعه في العبور. يا باشمهندس، ما اصلا انشغاخ في الاحزاب دي شيء طبيعي، اصلا ما في مشكله، ما مشك. انا ما عندي مشكله، انا ما عندي مشكله في حزب الامه برضه، ما خلاص منشغ برضه، هاي ما كويس، ما بقول ليك وشايل يعني اللفت بتاع حزب الامه، ما في مشكله، حزب الامه كل حزب عنده اسم مختلف، ده اسمه القومي، انا اسمي الوطني، ما عندي علاقه به. نعم. كل ده عنده برنامج، عنده غنى، جايب قانون وجايب قانون، ما عندنا مشكله مع بعض. يعني انت هسه بتفتكر انه ما قلت لك انا الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي الاساسي القديم هو بر اللعبه، يكاد يكون كده، انا في تقديري يكاد يكون كده، وانه ما يحقق هو جزء من مجموعه الشيخ خضر هي المسيطره على الحكم. نعم. طيب باشمهندس، انت عندك راي في حكومه فتره انتقاليه، ورايك قد تكون حصرت فينا تفتقد الكفاءات، مع انه السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك من البدايه بيتكلم عن انه هيشكل حكومه كفاءات. هو عبد الله حمدوك رفع شعار لكن ما عمل به. اول حاجه هذه الحكومه، يعني اول حاجه فيها ناس حزبيين بس بتحت بالطرابيزه، قالوا احنا نجيب حكومه كفاءات ما فيها حزبيه، جاب التحت جابها بالطرابيزه، واحدين علني. اثنين قالوا والله ما نجي في اي زلمه من حريه تغيير، جابها من حريه تغيير. يعني هي كون حزبي دي معيبه ما معيبه؟ لا ما هو لا 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 ابدا، هو بيتكلم عن حكومات معناها حكومه ما عندها اي ارتباط حزبي. اصح تكنوقراط وكفاءات ما عندها ارتباط حزبي. اول ما جبت حسابي خلاص دخلت أنا. والله انا كان بفتكر كان لو جاب حزبين بطريقه عارف، يعني لو كانوا انا كنت افتكر كانت تكون ممتازه جدا لو جاب عمر الدقير وجاب ابراهيم الشيخ وجاب دكتور ناس حزب الامه، جاب دكتور ابراهيم رجل كويس، وجابوا مريم الصادق، وجابوا الشيوعي ذاتهم، جابوا صديق، وجابوا الخطيب، عشان نقدر نحاسبهم، تبقى عندهم مرجعيه، نعرفهم ذاتهم، هم ذاتهم عيال منهم عشان نقدر نحاسبهم، بس احنا ما نقدر نحاسب الحكومه دي، لان اقول حكومه التنقلات وما تابع للحزب، واحنا عارفينها تابع للحزب، لو اخطات ما عندنا مرجعين نحاسبها، كانوا يجيبوا دليل على عشان نقدر نحاسبهم مرجعين. رئيس الوزراء عشان بعدين رئيس الوزراء يا اخي ذاته شخصيه مستغله بكلامه. رئيس الوزراء ما هذا ما فيني انا بعدين بنزل معاه انتخابات، بنزل معاه انتخابات، انا داير انزل معاه انتخابات بعدين احاسبه على اداؤه، بحاسبه على اداؤه بحزبه، هو ده ما بيجيني ثاني خلاص ولا بشوفه. يعني بتفتكر انه القصه بتاعت الحكومه كان عباره عن استهبال سياسي؟ انا شاعر كده، انا شاعر فيها 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 كثير، وبعدين ذاته الحكومه دي ما جابت الناس اللي قوم الثوره اصلا. الناس اللي قوم الثوره دي ما جابته ولا واحد فيهم ما دخل، بل الناس اللي قدموا الثوره ذاته شطبوهم وخوروهم كمان. الثوره دي ناس الصنمومه اساسا 22 شخص كانوا في برا العالم. 22 شخص؟ 22 شخص التجمع ده كان سوى اول مره. 22 شخص مش وين؟ 2013 مش وين؟ كلهم الان خوانهم اطلعوا علي هباني ولا خالد العيسر ولا 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 بدقين ولا 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 كميه من الناس.
مصعب 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 بشاره 22 شخص ديل يعني ديل كون ديل الان بعد ما اول ما كون بدايه التجمع بدايه التجمع تكون من خمسه فئات اصلا تكون من خمسه فئات يتكون من اللجنه المركزيه للاطباء وتحالف المحامين الديمقراطيين وتجمع اساتذه الجامعات وشبكه الصحفيين ولجنه المعلمين ديل خمسه كون التجمع ده تجمع المهنيين ده تجمع المهنيين الناشط الناشطين البرد ال 22 ديل كانوا في العالم ال 22 ديل هم اللي بدوا بدايه سنه 2013 في الداخل كانوا جماعه فيه وفي الخارج كانوا ديل في الداخل ديل استمروا سنه وجمدوا بعد ذاك ثاني حتى بدوا العمل الجديد اغلب الناس الان دلوقتي ديل كلهم كانوا في السجن لما قامت المظاهرات طيب انا هسألك سؤال تفضل تفتكر مش في السودان بس مين ما بدا الربيع العربي من 2011 مين احداث تونس تفتكر الربيع العربي ده بيجري بمعزل عن القوى الدولية؟ ما وش ما معزل ساكن معه في البيت الغوطي يعني الكلام عن الكلام يعني. الكلام اللي كتبه هنري كيسنجر من الستينات عن الفوضى يا أخي ده كله تصميم مش معزل تصميم القوى الدولية التصميم ذات الفريم صمت القوى الدولية على 22 نفر دين ما لهم يحركوا بصريح ناشطين لأنهم حركوا العمل ده العمل ده ما كان بيتحرك ساكن يبقوا وراهم ناس 100% يبقوا وراهم قوة دولية ممكن تكون في قوة دولية وراهم ممكن نكون ناشطين ده والداخل ذاته يبقى القصه كلها ما سودانيه يا اخي مش دي بس براها مش دي براها بس كل الذي يتم في العالم العربي ده كله ما فوقه ما سوداني بيوم مش العالم السوداني ده كل اللي يتم في العرب العالمي صناعه غريبه طيب بعدين في النهايه بنجي نديها نحن طيب. انت قبيل اتكلمت في نقطه مهمه جدا قلت انه والله يا اخي القوات المسلحه او العسكريين بشكل عام هم كان عندهم برضه سبب في قصه الوثيقه الدستوريه طبعاً هم العسكريين في الأمور كانوا دارين طيب. يبقوا مجلس تنفيذي أصلاً هم دارين نظام رئاسي تفتكر الحكومة الانتقالية دي هل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أو المنظومة الأمنية بشكل عام دور في تثبيتها؟ كما يزال ما بتثبت يا أخي أصلاً ده كلام ما يعني ما بتثبت لو ما حصل أنا أوريك لو ما الدعم السريع القوات المسلحة كان النظام ده ما ثبت أصلاً لأنه في النهاية كان حيتقاتل في الشوارع ما حاسس إنه الآن حيتقاتل في الشوارع ما حاسس إنه الآن برضه في مشادة تحت الترابيزة ما في كلام في مشادة واضحة للزول لكن أنا بفتكر إنه الأجهزة الأمنية ودائماً والأشياء العسكرية تستطيع أن ترتب عمر لأنها أجهزة مرتبة ومنظمة تستطيع أن في أي وقت لأنه بيكون عندها قائد واحد برتيبة ترتيبة الحقيقية ممكن تختلف في 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 جزئيات لكن لا تصلح في الكل لكن ثبت هذا النظام النظام ده صحيح قاموا به شباب وقاموا به عدد كبير من السودانيين وقاموا بالثورة التراكمية بدأت من 30/6/2012 لأنه في ناس أنا دخلت السجن سنة 90 ودخلت 91 ودخلت 92 وأصبحت والي وأصبحت والي وأصبحت ثورة تراكمية ما في زول ما كان عنده دور فيها أصلا ونقد الله كان عنده كان انقلاب تحكمه بالاعدام ده ما ده جزء من النضال لذلك ما في زول السجن يدعي يقول انا قومت هاليوم انت تدخلك حزب الامه القومي شنو؟ حزب الامه موروث انا بالنسبه لي عشان اكون واضح معك انا زي موروث بس موروث يعني بالنسبه لي كده افكاره انا زي موروث يعني في اتصال طم بين تحالفكم ودكتور عبد الله حمدو والله رسل له خطابه ما جاني من رد صحيحني منه صحيح نقول ده نساعده بس الخطاب في حواه شنو؟ في حواه انه عاوزين نعمل معاه اجتماع عشان نناقش معاه القضايا في الوقت الراهن ولكنه لم يرد فصحيحني منه تفتكر لم يرد لانه اعتبركم ما قوه مؤثره؟ والله ما ولا تقديره هو انا ما عندي شغله انا موجود في الساحه السياسيه بشتغل شغلتي حقا ما خلي احتمالك شوف هو غير مؤثر يعني انا عبد الله حمدو قاعد ولا فات ما عندي شغل انا قاعد في الساحه انتم ما عندكم تاثير حزب الشيوعي ما عندكم تاثير والله شوف هم طبعا عندهم نظره انه الاحزاب السياسيه اللي كانت مشاركه الموجوده مع المؤتمر الوطني دي ما نجيبها ولا تشغل بها لكن طبعا النظره غلط ما حقك انت ولا حق الاحزاب اللي قومت الثوره هسه ده حق كل الناس وفي ناس مؤثرين اصلا جبتهم وما جبتهم وفي ناس موجودين في زول كان رافع يده ضحك ضحكوا 4 مليون وكان ذكي كان 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 غضب 4 مليون جبته ولا ما جبته فارق ما انت بتسوي له شنو؟ وفي زول تركيبته كده تركيبته ذاته تركيبه بلده وتركيبه اهله وتركيبه عشيرته وتركيبه مختلفه تماما بناء ما مش حزبي بالطريقه اللي بيتكلم عنها دي فيه عوامل اخرى بس انا ما شاعر اني جبت له جبتني شنو يعني انا شاعر اني بضيف ليك لو انت جبتني انا وقعدت معاك وكل الحزاب دي جماعه انا كان بفتكر انه الجماعه دي الحريه التغيير ولا الحكومه يجمع كل احزاب السياسيه السودانيه اللي كانت مع لان في النهايه اغلبها جات باتفاقيه دخلت مع النظام ويستفيدوا منها عشان نعمل اجماع صف لكن الان ممكن تقوم لكم معارضه قويه جدا من الاحزاب السياسيه البردي وتوقف شغلتك ده كلها لو ما بقوا وطنيين ولذلك انا بحايب طيب انت يعني قبلت يعني باشمهندس مسار انت قبلت قلت عباره مهمه جدا قلت انه
عندك تحافظ على الحكومة الانتقالية لأنه هي ما حكومة كفاءات باعتبارها هي بمحافظة حزبية لكن من تحت الطرابيزة. نعم. طيب أنت بتفتكر أنه الآن هذه الوجوه الموجودة في المقاعد الوزارية هي لا تصلح أن تكون في وزاراتها؟ لا مش ما تصلح، هي ممكن تصلح، لكن أنا بفتكر المبدأ ما في مشاركة. أول حاجة المبدأ غيب الولايات خالص، يعني ناس تشاركوا الولايات عدد يعني محدود. أنت أستاذ ما تكون الولايات بس؟ أنا طبعا بتكلم على السؤال كله، لكن بفتكر الولايات مهمة. أصل الحرب اللي قام في السودان دي كلها نتيجة الولايات، نتيجة الظلم على الولايات. الحرب اللي قام في السودان دي كلها نتيجة إنه في نخب حاكم السودان والآخرين ما عندهم فرصة. حروب قايمة ليه؟ المادة ذاته بتاع نخب برضه عند نخب، العلاقات الخارجية عند نخب، عشان كده قامت حروب في السودان. نحن ما عايزين تقوم حروب، نحن عايزين نقعد مع بعض نتفاكر في وطن يسعنا كلنا، يعني نكون حق المواطنة، نكون كلنا مشتركين فوقه. لكن أنت لو غيبتني أنا السلطة دي تغيبني منها وأنت تستلمها وبطريقة انتقالية وبطريقة مؤقتة وتخلي الباقيين كلهم يكونوا موجودين، كيف يعني؟ معنى كلامك ده الإنغاز ما مشيت قاعدة بنفس السيستم ده؟ والله يا أخي الإنغاز ما بصفه أسعد، أنا ما بعرف الإنغاز، أنا بفتكر إنه الخدمة الدنيا مختلفة، لكن أنا بفتكر إنه يعني هم بيصفوا، لكن أنا بفتكر إنه أصلح ليهم وأنفع ليهم إنهم يقعدوا مع القوى السياسية كلها يستمعوا لها ويسمعوا آراء ونشتغل برنامج مشترك نمرق من المحطات الفيادي. انت عندك رؤية، انا داير تفسير اكثر، يعني انت شايف انه في خلط في الاوراق لعب بين المعارض والفيادي. ايوه يعني مثلا انا شايف انه والله يعني ما يعني يعني المجلس السيادي اثنين من اعضائه مشوا شاركوا في 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 غافله تدشين قافله عمل الدعم السريع. الدعم السريع يا أخي مؤسسة عسكرية تتبع للمجلس السيادي لأنه مجلس رأس الدولة، هي برأس رأس الدولة. والدعم السريع هو لو ما هو ما كان في حاجة اسمها خرطوم ولا قعدنا في الخرطوم ذاته. والدعم السريع قروشه ده طلع قروشه، قائد الدعم السريع طلع قروشه، ماشي يدعم الناس اللي المفروض تدعم أنت كحكومة. تجي أنت تجمع المهني تطلع بيان تقول الناس دي المفروض يمشوا يدشنوا الحكاية دي إلا عبر وزارة الصحة أو عبر كذا وحقه يجيبوا. لا لو قلت قروشه ما بيجيب لك الصحة، أنت مشكلتك شنو؟ يعني فاهم ذاته بيستغرب، ده ابلكيشن ما المفروض يحصل. الحاجه الثانيه جزء من الناس يقول لك والله احنا هم ذاتهم الحين يقول لك وطلعوا مظاهره ضدها، ده شنو ده؟ في واحد يقول لك والله احنا مع الحكومه، الحزب الفلاني مع الحكومه وشغلت على طريق ضدها، ده شنو ده؟ اي لكن القصه دي تاريخيا يا باشمهندس دي واحده يا اخي الحكومه ده قاعدتها شنو؟ قاعدتها يميني، قاعدتها الحريه والتغيير، يجب ان يقف مع حكومتهم. انت اذا الحكومه القاعدتي تواقف ضد الاخر تطالب ضد، لكن الان حقون يجي في انه والله الحريه التغيير ذاته في اشكال في خطاب، يعني مثلا في اشكال في خطاب تجمع المهنيين، خلاص دي قضيه حاجه داخليه يعني بيحسوا يعني يا اخي الحريه التغيير بالنسبه لي الاحزاب المكونات الخمسه دي كلها دي كلها حريه تغيير. انتوا المكونات الخمسه هي بتفقوا انا جبت حكومه حقتكم، الحكومه دي محسوبه عليكم. انا قبيل قلت لو كان جابوا لنا احزاب واضحه نحن بنعرف انا حاسبها طوالي. طيب انت جبتوها باسم الحريه التغيير ده وشغالين ضدها، ده بقى كيف ذاته؟ انا شاعر انه حقه حندوق انفتح. انت يا اخي قافل رقبه الصندوق ده ليه؟ صندوق ده مرقك، انا اقول حندوق واضح صندوق ده مرقك الله سقط حجرك. انت دلوقتي مقفول في صندوق عندك فرصه يتصرف اصله. انت يا اخي رئيس وزراء خليك رئيس وزراء ما رجاشك يتصرف كرئيس وزراء السودان، يعني تخيل يتخلى عن حريه التغيير اجابته؟ ما مش يتخلى لكن مش خلاص، يعني هي هو يتصرف كرئيس وزراء السودان لانه هناك مسير ضده والمعاو، مش مسير حريه التقرير وحده. حريه التقرير يشيل برامجه مهمه جدا، حريه التقرير يشيل برامجه ويشوف خططه وكذا يشوف طبيعه كيف حمدوك دجا كيف حمدوك دجا عن طريق يا اخي ما مشكله التغيير، ما هو في النهايه خايف برضه من حركه يا اخي. حمدوك ده جاء رئيس وزراء السودان وليس رئيس وزراء حريه التقرير. اذا رئيس وزراء التقرير خلي تقعد مع حريه الشعب لانه كل احبك رحمه ضده. حمدوك يجمع رؤوس حكومه السودان، رئيس حكومة السودان، حكومة السودان دي فيها الصالح والصالح، فيها المسيحي وفيها المسلم، فيها اللا ديني وفيها ما بيعرف، فيها الاطرش وفيها الابكم وفيها البيفام. دي حكومة السودان، دول رئيسه هو قفل رقبتي في المحل ده، خلاص حيقعد في الكورنر ده. في زول في 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 ناس الان متابعيننا بيفتكروا انه والله يا اخي انه باشمهندس عبد الله مسار ده اول زول دعا لاعادة ترشيح الرئيس البشير في لحظة مفرقية من جدا، ده تقدير تقدير سياسي يا سيدي، ده تقدير سياسي. ما هو في الظرف انا ممكن اكون قدرت تقدير الرئيس يبقى ثاني، وفي الظرف ممكن اقدر غيره، ده ما قران، ما قران يعني ده موقف سياسي. يعني انت شايف انه الظروف اللي انت اي ممكن تكون مناسبه انتهت؟ ايوه ممكن تكون مناسبه. اذا انتهت الظروف ولا انتهت الشخصيه؟ ما انتهت الشخصيه، انتهت الظروف، ظروفكم ممكن تكون يعني مناسبه. يعني اسا لو عاد البشير انت بيروح كمان دي تقدير ثاني اقراها بقراءه جديده. انا اصلا انا هذا محجر، انا بقرا الوضع قدامي
انا زوج سياسي بقرا وضعي قدامي بناء عليه بقرر بشوف الوضع ده سليم ولا ما سليم. ممكن يكون الان يكون اصلح زول اخر كله ما في لسه ما جازاته. ممكن يكون من الناس اللي عندي في زول اصلح. دي ما براغماتيه منك؟ ما براغماتيه دي الحقيقه ده الواقع الحال. انت اسا عمرك 20 سنه زي عمرك 60 سنه؟ لا. التغيير ده ليه حصل فيك؟ هو اذا الانسان بيحصل فيه تغيير بيولوجي ما يحصل تغيير في التفكير السياسي؟ انا وقت الايام كان بفتكر انه الامه دي تبصم على حزب الامه دي تبصم عليه، بفتكر انه القائد الموجود فوقه حاجه اساسيه، هسه شعره ما في حاجه. باشمهندس يعني المراقبين بيفتكروا انه انت دائما بتحاول تخش بمدخل لا يتخيله الناس، عشان كده انت يوم السبت اكدت عدم نيتك الدخول في المعارضه، كانما انت بتغازل حكومه سيد حمدوك. مش بغازله، انا داير حمدوك ده ينجح. ما تخش معارضه ليه؟ لو حمدوك ده ما دخل ما نجح اخش معارضه ضده. لو شعرت بكره ما ماشي خلاص اقف ضده. حمدوك يا اخي بشر عادي ما نبي. انا بالنسبه لي بشر عادي بقود حكومه. كلام طبيعي. وانا سوداني وانا زول غايد سياسي، غايد اهلي، غايد اجتماعي. مقاييس عدم نجاح حمدوك بس شوف نجاح حمدوك انه يهتم بالقضايا بتاعت المواطن. مقاييس في تربيه. مقاييس انه يهتم بالقضايا. يعني المشاهد عشان تدي دليل. انا ادي المشاهد واحد انه لما حمدوك اول حاجه يطرح برنامج بتاع حكومته، لا حد يسمع برنامج حكومه. ده نمرة واحد. اثنين يهتم بمعاش الناس. ثلاثة يهتم بقضية السلام. أربعة يهتم بالعلاقات، يهتم بالقضايا الأساسية اللي بتهم المواطن. يشارك الشباب القاتل، أنا ما أقدر أشترك معه خالص. أنا والله لو الدنيا سامعة حمدوك ده ما جاي لي. فهمي إنه نجي معاهم نتلاقى في الانتخابات. هم ظنوا الانتخابات دي حيشيلوها. يا أخي نحن نعرف الشعب السوداني، نحن عايشين. أنا والله بطرح السوداني ما هاجرت يوم. برا البلد. أندق أخش الحراسات دي أندق وأرجع ثاني زي يوم. واي نظام ما عجبني عرضه. يعني انت 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 اصلا ما طلعت عشان كده عارف النظام ده. اي زول يجيني يدعي انه كذا. انا سيد الوقت في واحد امبارح ارسل لي رساله قال لي يا اخي محلك كوبر. قلت له يا اخي كوبر انا داير امشي كوبر ماله. قلت له يا اخي اسمع انا دخلت كوبر قبل ما تتكلم عنه انت ومش اوريك. السياسي ده محله القبر. لو في سياسي فاكر نفسه محل يقعد يلمع يدينه كده ده ما محله، محل القبر. بعدين قلت له يا اخي السجن طلع منه سيدنا يوسف بقى امين خزائن الارض وطلع منه من اللي بقى ريدي. ما تتكلم يعني كلام الفاضي. انا داير انت ليه قلت ما عندك نيه تخش في المعارضه؟ انا مش ما عندي نيه. انا داير ادي فرصه لحمدوك ده انه يا حمدوك اشتغل عشان تستقر البلد. بلد دي فيها مخاطر كبيره. اذا حمدوك ما اشتغل وعمل المخاطر الكبيره دي نمشي انتخابات مبكره. لانه هو مشينا انتخابات مبكره السيناريو الثاني اسوء. انت خايف يحصل شنو؟ خايف يحصل انقلاب، خايف يحصل انفصال، خايف يحصل في 100 حاجه. ما بيحصل كيف؟ انقلاب كيف؟ ما متوقع. ما خلاص ما هو السيد بجيب لك الأسوأ. لما البشير ده وصل مرحله انه ما 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 ما, ما حل قضايا الناس وانه المعاش ملقوه وانه كذا كذا، ما قام الثوره؟ مش شالته من الحكم؟ والثوره دي لو ما وقف حموها العسكريين دين كان بتنجح؟ طيب بس اقرا غرام موضوعيه. أن احنا ما نرفع رغبتنا كلها نقول بالخارج حيجيب لنا الخارج حيجيب لنا شنو يعني؟ انت متحفظ على انه الحكومه ممكن تمشي في طريق الغطغطه والدسدس؟ ممكن مش الحكومه، كل الشعب يا اخي الشعب عنده بلاوي والحكومه عندها بلاوي. اي زول عنده دسدس ممكن، علاقات خاصه ممكن، ده يجيب قريب وده يجيب قريب يخطه، ده يجيب وزير قريب وده يجيب قريب، ده طبيعي ده كله انسان. يا اخي الناس اللي صنعوا الثوره دي اللي انا بقول لك ال 22 شخص اللي كانوا ناشطين الان ولا واحد فيهم ما اخذ موقع. عندك صيغه كبيره في ناس مبدا. عندي صيغه كبيره في السودان كله. لا قلت انت. انا قلت على سبيل التليفون. قلت والله بالتليفون على أيوه. سبيل المثال اضرب تليفون لمبدا وانا قاعد بعد ساعه عامل 10,000. بشنو؟ عندي جمهور هناك. بس في مبدا في كل السودان عندي، والله رساله كله بيحترم. برنامجك شنو الجمهور؟ برنامج واقف في اي قضيه، اي قضيه مما بدا الاستقلال لحد الليله، اي قضيه انا واقف فيها. من البرلمان ده مش راجع محاضر البرلمان. اي طيب اذا باشمهندس ومش كده لو زول جاري بمشي معه بعربيتي، زول يجيني بستغرب بمشي بعربيتي وبوقف معه وبكتب له واي بيتي مفتوح وشارعي مفتوح وبلاقي الزول في اي محل. والله انا الشعب السوداني ده خالتي في راسي. دي امنيات ولا واقع؟ ما ده واقع. نجي نجرب ما خلاص قدامنا المساحه الجايه. الحين ال 10,000 شخص ديل ما الشارع يتحرك بيهم قبل كده. يا اخي ما مشكله، ما هو الشارع بيتحرك. يا اخي الشارع ده ما ثابت. الشارع ده متحرك. هسه امبارح او قبل يوم طلعت مظاهره في 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 الخرطوم هنا، طلعت ضد الحريه التغيير امبارح او قبلها ما كانت تطلع. الحركه منو؟ ظروف الجورد
رغيف ما في صف يصف رغيف، في صفوف بنزين، في صفوف جاز، في صفوف ما بتحرك كيف، ما دي الحركة الأولى. أي لكن ما ممكن في 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 كلام ممكن يقول لك والله دي الدولة العميقة حركت. يا أخي الدولة والله لو ما وفرت والله لو ما وفرت مش الدولة العميقة، والله انت تتحرك يا الصحفي اللي قاعد في التلفزيون تتحرك. انت قصة الدولة العميقة دي شنو ترايك فيها؟ حتى ولو الدولة لا يعني شايف انها مبررة مبررة. انا بالنسبة لي ببعو. انا ما عندي قناعة بالدولة العميقة، لو في دولة عميقة بيحصل انقلاب ده. انا داري اقول لهم ما في دولة عميقة يضيعوا وقتهم بالحكاية دي. الوظائف اللي كانوا بيتكلموا معايا دي كلها ده جايب قريبه ده، كان التوظيف ده كله اسمي. لا لا قايد ولا اي حاجه، كل زوج جاب قريبه في النهايه متفقوا هم. يعني انت شايف ما في دولة عميقة؟ انا ما شايف في دولة عميقة وما شايف، شايف الحكاية دي كلها السودان ده كله نخب بس. قاعدين يحكموا السودان ويلعب علينا لعب بالالفاظ لعب بالاستهبال بس، ما في حاجه كله ده كله كلام ساكت ده كله يزور يقول ما بصدقه. لانه الوظيفه لما النادل لما جل المظاهرات الفاتت ومنعوا قالوا يا جماعه في عصيان مدني، عصيان مدني نجح. والنادل ما كان لو هم دوله عميقه بينجح كيف؟ كان بيفشلوا ليه ما فشلوا؟ لانه كل زول جاب قريبه. انت بتضرب تليفونك تقول لي يا زول انا داري عصيان ينجح، وانت شويه يتكلم اخو مسلم وينجح لانه قريبه بس. طيب يعني باشمهندس مسار، من تأسيس أو من تكوين الحكومة الشارع العام بيراغب تطورات في الاقتصاد، تطورات في الشأن السياسي، يعني ما في جديد؟ ما في جديد. أنت تخيل أنه ما في جديد يستمر؟ استمر الحكومة تبقى ما في حسنا. أقول لهم كلام بوضوح، إذا استمر هتبقى ما في. بيشيل ما هو بيشيل الشارع ده جابك ده؟ لا ما هو مثل الان مالين يا اخي الشارع ده جابنا الشارع، الشارع جابك 30 سنه شنو؟ مو الشارع ده جابك لانه هناك قبيل ما سوى ولا حاجه. الشارع ده 30 سنه بيشيل قاعد على راسه. اليوم انا اسوي حاجه فاتخه، الشارع يا اخي ما دكان قافله وافتح في جيبك ولا خزنه انت قافلها. الشارع ده عنده ظروف موضوعيه، لو وفرت عليه يقيف معك، لو ما وفرت يقيف معك عشان شنو؟ الشارع ما بياكل ايديولوجيات. انت بتفتكر انه في 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 شخصيات او احزاب يعني غابت او ضاعت وسط الرجلين؟ نموذج مثلا حزب المؤتمر السوداني. والله انا يا اخي بفتكر المؤتمر السوداني ما انصف. لا ما انصف كيف يعني؟ ايوه انا دايما والله انا بفتكر المعارضه السودانيه دي بداها من اول يوم المؤتمر السوداني ده بدا، ناس دول بيخشوا السجون ويمرقوا ويدقون في الامن ويمرقوا، اكثر ناس كانوا قابل الحكايه دي. اكثر من حزب الشيوعي؟ والله انا افتكره اكثر. لانه الحزب الشيوعي السعودي متاخر، لكن الجماعه دي من اول يوم ابراهيم الشيخ ده عارفين من اول يوم، اختلف معه اتفق معه ودي حقه. ابراهيم الشيخ بعدين عمر الدقير خلاص يعني من حسب يعني. يعني اصلا الناس دول ما قصروا، اولاد الشباب دول بيدخلوا السجون ويمرقوا. لكن انا اقول لك في حاجه ثانيه مهمه جدا، انت عارف الثوره دي اول مظاهره بدات فيها بدات يوم 10/12 في سوق البروش في سوق جلوت درمان. ايوه في شنقيطي. ولا 10/12/2018 في شنقيطي حتى كانت مدفوعه القروش عشان الثوره والتمرق عشان تكسر حاجز الخوف ده. الناس المرقوا دول وين؟ صفاته وين؟ مدفوعه القروش كيف؟ يعني حركوا الحكايه بين بقروش يا تتحرك. دي منو دول؟ ما اقول لك اسمائهم ليه؟ لكن الناس دي فاتوا وين دلوقتي؟ دي اللي اشعروا الشراره فاتوا وين؟ كلامي قبيل قلنا والله الخارجيه فاتوا وين هم؟ مش القروش لكن ما الناس فاتوا وين؟ يا باشمهندس كلام يا اخي دلوقتي ما لاقينا يا حد طلع خونوهم كمان يا اخي. وين علي هباني؟ وين ال وين 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 ال وين ال وين ال خالد العيسر؟ وين زنون؟ وين خالد العيسر؟ وين احمد السراج؟ وين مصطفى؟ وين مصعب بشاره؟ وين لاي؟ وين الناس اللي كان في ماليزيا بيحركوا الناس؟ يا اخي مصعب ده هربوا تهريب عشان يبقوا خرطوم، هربوا الان مخون. مصعب ده هربوا مشى بيوغندا، ويوغندا الانتربول جماعة ثانية اللي حكوا الانتربول، ومن يوغندا ودو رواندا، ورواندا ودو كينيا، ومن كينيا ودو ماليزيا. الأربعة دي ناس مش هم ماليزيا، كان بيشرف عليهم خالد فهمي. خالد فهمي منو؟ في ماليزيا، كان شغال عشان الجماعة دي سكينهم يستقبلهم ويعمل لهم حاجة. الجماعة القروش ذات القوم الغنى المدارية دي قوم خالد العيسر ومعز صالح. جاب قروش من وين؟ جاء حقتهم دفعوا 80,000 من قروشهم 4 شهور. يا اخي انا اقول لك جبت قروش حقه. اقول لك هنكمل بعد الفاصل. تابعونا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ما زلت في هذا الحوار الساخي مع ضيفي الباشمهندس عبد الله مسار، فكونوا معنا. متواصلين اعزائي المشاهدين، ما زلت ارحب بكم وبضيفي الباشمهندس عبد الله مسار رئيس حزب الامه.
الوطني والقيادة بتعرف نهضة السودان. باش مهندس احنا بدينا الحوار بشكل ساخن جدا اذيك الناس متهمينك انك دار لك سلطة. بس والله انا اخذت كان دار سلطة متاحة يعني ما فيها مشكلة اصلا. حتى لو دار سلطة متاحة اصلا هم الجماعة دي اللي قاعدين في مساجد يعني قاعدين بيصلوا هسه ما فيهم ما شلوا سلطة يعني ده ما عيب ولا منقصة. لكن انا الان في التفتة انت غالي ما دار سلطة داير برنامج اقتصادي اجتماعي ثقافي. يعني دار سلطة لكن بعد الانتقالية دار انتخابات. انا ما دار اجرب بالانتخابات نشوف الناس بيكونوا يقولوا ما في وجوه كذا نجرب واثق انه ناس حيدوك بعدين نشوف ان شاء الله. انا قبل كذا ترشحت صدقت وترشحت افوز ما عندي مشكله في الحكايه دي اصلا. لكن داير الانتخابات عشان نشوف التغيير بيحصل شكله كيف. انت محظوظ ممكن. محظوظ يعني انت لقيت حظوه في فتره الانغاز. الان انت عندك علاقات شخصيه بمجموعة من الناس المتنفذين. بس عندك علاقة شخصية بسعادة الفريق حميتي فريق. أنا عندي علاقة بكل السودان ده. فريق حميتي لميت فيه وين؟ أنا عندي علاقة بكل السودان. حميتي من عمي وبعرفه معرفة حقيقية وغير حميتي آخرين عندي ما علاقة. أنا عندي علاقة مع كل الشمال وشريك. أنا دول مفتوح. بتستفيد من علاقات دي؟ مفتوح علي. مش بستفيد منها طبيعي يعني ما هو الاجتماعات دي كلها شغالة. لكن أنا بحولها لمصلحة الناس. في ناس بحولها لمصلحة الناس. انا دوقت علاقتي من نهر النيل اقوى علاقه مع في السودان لحد الان. امبارح جاي من عزاء في نهر من عزاء نهر مشيت الدامر ومشيت عطبره وجيت شندي طلعت من شندي الساعه 10 لعزاء. انت يا باشمهندس انا علاقاتي ممتازه في كل السودان لانه شاعر السودان ده كله ناس وحاجه واحده. وانا وانت في الفاصل كنا بنتكلم في القصه بتاعت الدعم الجل الثوره. يعني الثوره دي جاها دعم داخلي ودعم خارجي. دعم جماهير يعني؟ لا دعم مادي. دعم هذا انا ما عندي فكره. انا بعرف انه الثوره دي الدعم اللي انا بعرفه دعم حميتي. انا دعم المادي الباقي بعرفه وفي دعم جاء من السعوديه لكن كم انا ما اعرفه. وهم بيعينوا السعوديين جابوا الدعم زاد. كان بكي ناس في الاعتصام منهم. كان بكي ناس في الاعتصام كانوا بيحولون قروش من برا وبيجوا المبالغ دي وبيعملوا لهم طبعا طعام في امسي. اللي بيحولهم بيحولوا ناس من برا وبعدين بيجيبوها هنا لعبد اللطيف وفتحي بشنب ودكتوره ياسين واخرين وبياكلوا الناس. ليه الشباب كانوا بياكلوا الناس هنا في البتاع دي؟ اسوين هم ذاتهم في ذول عارف محلهم. يا اخي الناس تدقوا المتاريس انا بعرفهم بالاسماء اللي كانوا قافلين المتاريس وين لسه مشوا؟ الناس اللي جو لما في ذول صرح اول ما جاء لو في واحد كمان اقول لك كمان خطير جدا. في واحد صرح اول ما جاء القطر جوناس دارفور وجوناس كردفان قال له فرض المتاريس خلاص. خلاص ولدين رجع خورم الزول بتاع المدير بتاع مستي ده معروف مستي معروف بي من أدبارة. طيب انت هسه كنت متخيل يعني باشمهندس يا ترى التفاصيل عارف انا يحي. والله انا محتفظ بمعلومات لو قلتها الليله والله في مكان ما يقعدوا. انا شغل سياسي يا اخي سياسي ما عنده معلومات ما عنده قيمه. سياسي يكون عنده ما عنده قروش لان ما عنده جمهور ما عنده ما عنده حاجة. طيب خلال كلامك انا افهم الاتي. افهم انه في قوه خارجيه هي شغاله في السودان. في كثير تمام. وافهم انه في بعض القيادات في الاحزاب السودانيه متعاونه مع هذه القوه الخارجيه. فبالتالي البرامج اللي بتطلع من هذه الاحزاب او القيادات ليست برامج سودانيه يا اخي انا بدي وانما هي مصالح. والله شوف السياسه كلها مصالح لقوه خارجيه يعني نزل عباره سيطره على العمل السياسي في العالم العربي كله والخارجيه. اوريك ده كلام خطير طبعا. ما كلام خطير كيف؟ ما خلاص لانه الانسان السوداني البسيط ده يفتكر انه الثوره دي حقته. لا مش الثوره انا اتكلم عن العمل السياسي جامع الثوره. دي جزء من الناس اللي رسلوا دين ممكن من قروشهم دين ناشطين هم شعارين لازم يحفظ تغيير ممكن يكون بيجمع تبرعات ممكن يكون عندهم علاقات دم. انا بتكلم عن العمل السياسي ككل مش الثوره دي. يا اخي الثوره دي من حقهم يشتغلوا شغلات مشان النظام من حقهم. انا ذاتي ما معترض على الحكايه دي اصلا. وانا كنت بالانجاز في المجلس ده بتكلم كل مره في قضيه وانا قلت في المجلس ده جيبوا المحاضر في قضايا الوطن وقضايا المواطنين اي قضيه بتاعت فساد غير انا بسيرة. طيب وانا استغلت من وزاره الاعلام عشان القضيه دي. انا استغلت من وزاره الاعلام. انا جاري خطاب الرئيس بعد الساعه قدمت استغادي. ليه؟ لانه انا كنت وقفت موظف نتيجه ظروف معي الرئيس رجعه. اول ما جاني جواب وصلني شلت جواب مشيت. الرئيس رجع له موظف؟ ايوه طوالي شلت طوالي كتبت استقاله في الحال من سطرين خريت اشكرك على كذا 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 شكرا جزيلا ومشيت وديت لقيت هو ذاته لقيت طه هذا موجود قال لي رسالتنا وصلت قلت له اقدر ادي لها كمان عليها اديته ردي في يده ومركته مشيت خليته سلمنا عربيته ومركته.
الان لو قدرت تشارك في حكومه حمدوك بتشارك؟ ما بشارك مع حمدوك نهائي خالص خالص، بس انا داير اشارك في البرنامج، لكن ما بشارك في وظيفه ولا دار يدي الشباب ما تدين يشارك الناس يا القضيه الحقيقيين، يشارك الناس القام وانا بقعد بسوره. مع انكم انتم خطبتوا حمدوك وما رد لكم. ما شغلتنا، حيروح علينا ولا 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 كتر الله خيره، نحن مواطنين سودانيين وقايدين عمل سياسي، ونحن قاده احزاب. نحن نسجل حمدوك عشان يرد علينا، ان شاء الله ما يرد. حيرد علينا عملي. وإذا ما رد عملي. حيعمل ما دعنا نعمل له نعمل له نعمل له معارضة تغلبوا ذاته تحيي. يعني أنا أفهم من كده إنه الباشمهندس عبد الله مسار إذا لم يفلح حمدوك رئيس الوزراء السوداني في خلال 6 شهور قادمة أو قول 3 شهور قادمة في وضع حلول حقيقية وبرنامج حقيقي للسودان ستعمل على إسقاط هذه الحكومة. نحن والله حمدوك ده داير إنه ينجح عشان ما أكذب عليك، لأنه حمدوك ذاته يمثل جزء من الشعب. هو إذا ما نجح بيمثل جزء من الشعب. خلال 6 شهور ما نجح حتعمل حمدوك ناجح. حيكون رجولة نعارضه طوالي. حمدوك ده أنا بلاحظها رسالة. أنت ما شفت تناقض في كلامك، أنت ما بتخش في معارضة. أنا لا أنا بخش كما بخش معارضة، أنا يا أخي أصله ما أقرأ كل وقت بوقته. يعني بربي حمدوك كده وأخليه يكفتني ولا غير حمدوك؟ يعني انت مستعد اذا لم تنجح حكومه السيد حمدوك انك تخش في معارضه وتسقط الحكومه؟ اخش في معارضه، انا دايره معارضه سلميه عشان احول السودان لنظام ديمقراطي. اصلا ما معارضه عسكريه، ما معارضه سلميه عشان نظام ديمقراطي. انا بالنسبه لي نجاحي في النظام يا اخي النظام الديمقراطي ده انا بس لو كسبت الشعب السوداني ده وخاصه هو الهامش المساكين الان بيردوا بالجرد الدين واللي بيمشوا مراتهم بترتب الحبل الدين واللي ما في زوج خبره دين، انا بحكم السودان. طيب هسه الان يعني ما يقعدوا يضيعوا، والله انا دار اقول لاخواننا النخب دين احسن استعدوا للمرحله الجديده. مفاوضات جوبا دي رايك فيها شنو؟ لازم تمشي. انا افتكر انت طبعا واحد انت شايفه مش حتمشي كويس ايجابي، افتكرها كويسه حتمشي الناس المحركه الشعبيه زي حلوه الجماعه دي، لكن الناس مني والمعايير الثانيه ما حيشتغلوا في جوبا لان جوبا بالنسبه لهم ما حاضنه، حيفتشوا حاضنه ثانيه. لكن انا بفتكر كل القوة المعارضه اللي بتحمي السلاح بري ينبغي ان تخش للداخل، خلينا نشتغل في زان ده انتخابات نخش ديمقراطيين، نخش بالانتخابات نكسح الانتخابات دي ببرنامج موحد، نغير وجه السودان ده، نغير الفهم في السودان ده، نغير العقليه السودانيه دي، نغير الحاكمين في السودان ديل، ونحن بيفتكرونا ما عندنا. طيب يا باشمهندس الشباب الجيل الجديد ده ما داير كل الاسماء القديمه، نكون واضحين برضه، وانت واحد من الاسماء القديمه ما لسه ما يا دوب يعني تفتكر هالمثل الشحني، يعني تفتكر هل ممكن يكون في 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 مستقبل ده كله يا سيدي ده في مستقبل محقق. سياسي في مستقبل سياسي للسيد الصادق المهدي الامام الصادق المهدي للسيد مبارك اذا غير اذا غير برامجه وافكاره حتى لو غيره تفتكر انه والله ممكن ما هو في مع الشعب السوداني ده الناس السودانيين اللي بيقيموك حسب ادائك وحسب مواقفك وحسب كذا، الشعب السوداني ده شعبي محترم. انا بفتكر حتى اولادنا ولا اللي احنا بفتكرهم الان احنا اولادنا دين بينظروا لنا انه صح وما احنا نفتح المفتاح نفتح افاق، لكن ما بيستغنوا عنك لو انت معه، بيستغنى عنك ولو استبديت عليه، بيستغنى عنك ما بيشوفوك في كرهه ولا بيشوفوك في فرحه ولا بيشوفوك في مناسبه ولا بيشوفوك. انا داير اقول حكومه حمدوك ده بيوتهم وين؟ خليه يوصلوا بيوتهم، والله انا ما عارف بيزول واحد فيهم بيوتهم وين؟ خليه يقول لي والله مشينا الوفد الفلاني في زول كبير مات مشى رئيس وزراء التعزيه. يا اخي محمد اليمين خليه بتاع الشعبي ده ما تزول مشيله ما في. خليه يقول لي زول واحد يقول لي دعيت 3-4 انفار قلت لهم تعالوا تعشوا معي. ده الشعب السوداني كده. ده شغال. ما تبقى حاكم انت كده شغالين شغالين بنظام اوروبي يعني ما طيب خلاص انت امشي اوروبا. ما نظام البيوت المفتوحه. خلاص امشي اوروبا هناك هنا ما عندنا، ده عندنا هنا البيت مفتوح. وعندك نص عيش تكسيه مع الزول، وعندك جنيه يشيله من جيبك، واخوك يشيل منك. لا ما هو دي ما المبدا الطائفي وما داري انه ما طائفي، ده مبدا التكافل الاجتماعي يا سيدي. طيب في شنو؟ ده الدين بيقول كده. انا ما داير اقول ما في زول بيسمي ولا في زول بيصلي ولا في زول بيقول صلاه على النبي ولا في زول بيسمي ولا كده. ده كله كلام انا داير اقول شوف انا بداير بس امسكهم ببرامجهم ده. يشتغلوا لنا في معاشنا، الفتره الانتقاليه فتره محدوده. نحن عاوزين في النهايه بعد فتره تنتهي نعمل انتخابات نعمل دستور ده عشان نحتكم له، عشان نمرق من كيف يحكم السودان ده. مين يحكم السودان اللي انتهينا منها؟ مين يحكم السودان طلص ملص؟ لعب. كل زول يمسح في راس الثاني. نحن عاوزين نخش في كيف يحكم السودان كده. لو قلنا لك بعدين ما نجرم ونخون الناس ساكت نجرم ونخون يعني ناس تخوين وتجريم واشاعات وفق دعايات وناس يكتبوا في الوصبات عشان يسوء الناس ما عارفين عن ذول اي حاجه. واحد امبارح قال انا مشيت ليبيا من الله وطلعت من السودان صدي. طيب ما طلعت. طيب انا داير في الحلقه دي في فضلنا اذا 10 دقائق تعمل لنا برنامج كذا اسعافي لحكومه السيد اول حاجه عملنا برنامج اسعافي. حمدوك ده يعمل برنامج لمعاش الناس، ما حمدوك ده عنده مشكلة.
الناس ديل الان حمدوك ده في ناس برا شغالين بيفتكروا انه هم عندهم فضل على الثوره ده 4-5 راسماليه كويس دارين يجي يشيلوا اتصالات ودارين يشيلوا زادنا ودارين يجي يشيلوا الدقيق ودارين يشيلوا الذهب ودارين لانه ديل افتكروا خلقوا ثوره ثيار برا احنا عارفينهم باسمائهم ومعاهم واحدين في الداخل هنا يمرق من الزاويه دي يطلع منها كيف؟ يطلع من اي زول عنده معلومة دي مؤكده؟ يعني موده في زول ما اعرفه هو ابراهيم انه واقف في الحكايه دي؟ ما زول معروف ما هو يعني مو هو الثوره دي لا معروف انه دار شنو في السودان واخرين ممكن جو داخل وخارج كويس؟ انا بفتكر انه الان اذا هم دارين ان حتى الناس دي شكرا حميتي والله وقفت مواقف محترمه الناس اللي عندهم الان دارين يستلموا الصوت ويشتغلوا من غير الاولاد الناشطين المساكين اللي من القدر عندهم قروش ديل خليه جواه مش ينتظر عشان يشيلوا قروش يشيلوا قروشنا معنى كلامك ده حمدوك رئيس الوزراء بلا اراده في خدم الجوطه دي مش حمدوك كل القصه بتاعته ما هو بقى مزنوق في صندوق لا مزنوق في صندوق بتاع 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 الراسماليه ولا لا 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 بتاع الحريه التغيير ده ديل قافلينه صندوق ده بيمرق منه ديل قافلينه ده كان عندنا ما رايته لسه ما جيني لي نحن بس يعني عارفين اي حاجه مكشوفه لنا اي حاجه برا الجو مكشوفه لنا عشان ما في دول يتكلم هو ساكت لكن حمدوك دمر من الصندوق ده ينتقل الى مربع السودانيين الى كل السودان يا اخي اصك في اي زول بينتخبوك الناس في دائره لكن بتجي تشتغل لهم مواقع لكن بتشتغل القوميه كلها القوميه كلها مرات تنفتح على كل اخي في برامج تسمع على اخرين تاخذ كذا عشان تاخذ تدي لكن لو قفلت رقبتك بتلقى رقبتك مقفول يا اخي الكذيب ده لو قفلته بياكلك طيب ده البرنامج الاقتصادي البرنامج السياسي في رايك في شنو بالضبط؟ البرنامج السياسي يعملوا قانون انتخابات يعملوا احزاب عشان يجهزوا الانتخابات قريبه انا داير اقول انا شايف الانتخابات مبكره انا شايف الحكومه دي حتدخل الانتخابات مبكره ما حتكمل ثلاث سنين القصه بتاعت غياب المجلس التشريعي دي المجلس التشريعي ده نفسه بطريقتهم الكونه ده ما حيخدم حيجي نفس الجمال السيدي تاخيره ده كويس؟ ما كويس والمجلس ده جاي عشان يمثل حريه التغيير يعني عشان هم يسووا برامجهم الدارينا عشان يفصلوا السودان في المرحله الجايه بمزاجهم هم عشان القوانين سواء بطريقتهم عشان نحن نجي بعدين نقول والله بالقانون التغيير مقصود ايوه التاخير مقصود التاخير حيقصدوه عشان يجيبوا وجزء ثاني عشان حركات تجي وكده وجزء ثاني في صراع بين الناس اللي قالوا ما وقعوا ولكنهم كانوا خارجا ما وقعوا في الميثاق ما وقعوا الميثاق الحريه ولكنهم كانوا خارج الحكومه اللي فاتت ديل بيصارفوه دار يبعد اي واحد عنده ريحه اسلام تفتكر دي حاجه ايجابيه؟ ما ايجابيه شنو؟ كل الماشي ما ايجابي في السنه بقول لك لا ايجابي ولا اي حاجه كل الماشي ما ايجابي كل الماشي يرجعك لورا كل الماشي يعمل اعتقاد زياده كل الماشي يخلي الشباب الوقوف مع الثوره يقفوا ضدها بعد شويه انت شايف انه الان الخطاب ماشي في اتجاه علمانيه الدوله؟ طبعا وطيب القصه دي هل بتؤدي استقرار دي بتتعارض مع 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 مع, مع 99% من الشعب السوداني لا هل بتؤدي لاستقرار سياسي؟ ما بتؤدي حقه ما يفكروا فيها ولو دارين يفكروا فيها يفكروا بهدوء لكن لو صادمت رغبه النادي مغبته شنو طيب؟ ها؟ مغبته شنو؟ مغبته النادي حيرفض برنامجك ده حيرفض لك برنامج عكسه ما انت كانك انت بتزرع لك جسم غريب في ناس ما عندهم شعب السودان يا اخي شعبي واحد بيشرب مريسة وبعدين بيقول لك انا والله بصوم واحد بيجي يقول لك والله بجيبوا مريسة داري يجيبوا مريسة بيقعد قبلها بيقول والله نصلي حتى نمشي المريسة العشاء كمان زي نصلي ما بنمشي ليش يا تقول لي العفة الدينية موجودة بيقول مش موجودة كمان منتشرة في اي حتة اي دول دار غير الحكاية دي غلطان انا كبير بديت الحلقة وسالتك سؤال باشمهندس في انه كثرة الاحزاب السياسية ما حاجة ايجابية ما جيدة طيب نحن عشان نطلع من 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 نفق كثره الاحزاب السياسيه الحل شنو في نظرك؟ نحن عاوزين نعمل اسعد التحالف بتاعنا ده عاوزين لحد ما يستقر كله نعمل حزب واحد كله حزب واحد؟ كله ده نسوي حزب واحد الثمانيه احزاب ولا تسع احزاب دي ممكن تجينا ده تحالف نهضه السودان كله حزب واحد كله حزب ده نعمل حزب واحد ما ممكن يكون السودان ده يسار ويمين؟ والله انا ما مقتنع حزبين بس ما مقتنع بفتكر انه انا وسط انا لا يسار لا يمين انا حزب وسط انا السودان طبيعي دين طبيعي لا دين سياسي ولا تزمت بغادي بتاع علماني انا دين وسط بس لا ما شرط حق فقيه بكر دمان لا ما هو شرط ما عشان اقول لك اليسار احزاب نفس الحزاب انا احمر حزب احمر وسط. قاني انا حزب ولا يكون يميني قاني انا حزب وسط ما عندي شغل بيدي اصلا ده ما برنامجي لا برنامجي تزمت في الشمال ولا تزمت في اليمين انا حزب وسط
ونحن حزاب رصد الاحزاب حفظ السودان ده. لذلك حنعمل في المجال ده. انت اسست التجمع العربي من اجل اللي هو بظل اكبر نقطه شك بين منادي التجمع العربي يا اخي. مذكره اتكتبت لي رئيس جواب اتكتب لرئيس الوزراء لانه لما جه يشكل الخرطوم احنا عندنا 14 رايد من الوطن العرب ما اداهم ما ادانا رئيس الوزراء منه قصص وادي كتبنا الورقه وبعد تجمع انا بقيت وزير السكان ومياه ورافعه في دارفور وبقى يوسف تكر محافظ جنوب شمال دارفور وبقى ادريس جوزي بقى جنوب دارفور بعدها انصفنا تجمع ما زاد من الورقه دي 14 نايم ما تديهم حقهم يعني كيف يعني مستقبل دارفور في تتجمع تبقى حاجه واحده وما حتبرق من السودان في كلام الان يعني ليو يومين في دعوه لانه يكون في 6 اقاليم في السودان القصه دي حتنفع دارفور ولا حتضرها؟ الاقاليم دي مرحله ثانيه كون اولاد دارفور يتجمعوا اذا حصلت حتنفع دارفور ممكن حضورة. ممكن لا هو مستوى يعني حيبقى مستوى شويه اعلى من المستويات تحت الولايات لكن انا بفتكر انه دارفور حتتجمع حتبقى حاجه واحده ما يجي بعد يشتغلوا اولاد دارفور ضد بعضهم البعض وما بعرف يزرقوا ضد العرب وديل في النازحين ضد غيره وهذا كله حينتهي وناس الشرك حينتهي الحكايه دي والوسط حينتهي بنهيو النازل فاهمين في القضيه خلاص ماشيين يتجمعوا نحو السودان موحد السودان فيه حقوق وواجبات، السودان فيه ديمقراطيه، السودان يحكم مواطن سوداني عادي. انت عارف حلقتك دي اللي وترت الناس اكثر من طمنتهم؟ معلوم وترتهم معلوم وترتهم لانه انت قلت معلومات مهمه جدا، يعني انت قلت انه في قوه دوليه دعمت ناس في السودان والقصه دي وضحت في الحراك الفات. والنازل اختفوا من المشهد. ما قوه دوليه دعمتهم، انا ما قلت كده. انا قلت هنالك اشخاص في الخارج نظموا الحكايه دي، ما قوه دوليه دعمتهم. قالوا مجهودهم لكن اختفوا لكن ما جابوا القروش من وين؟ انا يا اخي ماري مال ده انا ما مهتم برضه سؤال انا ما مهتم امشي اسالهم لكن انا بعرفهم كاشخاص انا بعرفهم ناس وطنيين في الخارج عملوا الحكايه دي كلها عشان يغيروا النظام وبعد ما انتهى التغيير ده اي حاجه زول قال لهم السلام عليكم عندك خونهم. انت طيب عندك ثلاثه رسائل رساله للسيد رئيس الوزراء الرساله الاولى رئيس الوزراء انه يا رئيس انفتح على كل القوى السياسيه انفتح على الشعب السوداني كله ما تكفر رقبتك بحق دي ما بتوديك قدام الرسالة الأولى رسالة للقوى الحرية والتغيير حرية التغيير انفتحوا على الآخرين برضو ووحدوا كلمتكم خلوكم حاجة واحدة أنتوا أجسام مختلفة أنتوا متشاكسين اثنين احترموا العساكر يا أخي تقولوا الجيش كيزان دار نصلحهم وتقولوا الأمن كيزان دار نصلحهم وتقولوا الشرطة كيزان وتقولوا حميتي جنجويد دار نشيله تحكموا بشنو طيب يا أخي دول قوى حامي السودان تحكموا بشنو يقولوا برهان حميتي متهمين في قضايا دارفور أنا سمعت شريط لإبراهيم طه أيوب سفير السابق وزير الخارجية أيوه بيتكلم عن كلام غريب في السجل ده كنت داري أسمعكم في الحلقة فيها رجالة حاصة سياسية يا أخي دي حاجة ما معقولة ذاته نعم طيب رسالة للشعب السوداني رسالة للشعب السوداني إنه الشعب السوداني ده يختار أصلح الناس وأحسن الناس ويجيف مع يدعم الزول اللي بيخدمه وإنه الحكاية دي يجب أن نراجع صفوفه فيها ما يتغش ما يجيني زول يقول له والله انا بعمل لك وما عنده حاجه فاقد الشيخ لا يعطيه باش مهندس انت جيت الحلقه دي في صدرك في هواء ساخن تفتكر ان الحلقه دي اخرجت كل الهواء الساخن والله ابدا لسه في كثير بس انا احتفظت بكثير برضه بقول انت متحفظ عليه ايوه متحفظ عليه بس في معلومات مستخدمه خايفه تضرب الامن الوطني أه. في معلومات خايفه من الاشخاص في معلومات خايفه احتفظت بها يعني انت محتفظ باوراق انا بحتفظ باوراق بيجي يومها حننزل يوم من الايام حنجي الانتخابات نطلع الورق دار تترشح رئيس جمهورية؟ ما معروف بتقديره اذا اتاحت لك تترشح رئيس؟ ماله؟ ما مواطن سوداني من حقي ابقى رئيس جمهورية طموح مشروع؟ مشروع بس بتقديره في وقته متفائل؟ انا مش متفائل للنهاية لانه ما رابط علاقتي بالله بس ما بيني ادم رابط علاقتي بالشعب السوداني لكن بالهرجلة ما متفائل لا الهرجلة ما متفائل بس السودان ما متفائل بالطريقة اللي ماشية السعودية ما متفائل شايفه ما حيمشي والله محتاج الى كثير من الاصلاح أنا شاكر لك باشمهندس عبد الله مسار كتر خيرك شكرا لك العافية الله يخليك إذا عايزين المشاهد الكريم بتاعنا حلقتنا اليوم مع باشمهندس عبد الله مسار أنا أفتكر هي يعني كانت حلقة حقيقية وساخنة للحديث بقية السلام عليكم ورحمة الله